أوكرانيا 0 المغرب 0 في انتظار البروفة الثانية وفي انتظار الظهور الثاني وفي انتظار مباراة سلوفاكيا نزول بعض الجماهير إلى أرضية الملعب للصور التذكارية في سويسرا وفي أرض جنيف. محمد حسين يحييكم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في مباراة قادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لحظات ونعود بكم مباشرة إلى الاستوديو التحليلي مع الزميل أسامة الأميري. بعد ذلك جماهير المنتخب المغربي نزلت إلى أرضية الملعب بعد أن أطلق حكم المباراة صافرته. لا أعلم، ربما تحتفي بوجود لاعبيها، ربما تعبر عن استيائها من المستوى الذي قدموه. عموما هكذا تبدو الصورة. هناك محاولة لالتقاط صور تذكارية مع اللاعبين الذين يبدون منزعجين من المشهد الذي انتهت عليه هذه التجربة الودية للمنتخب المغربي. ولربما أكثر المنزعجين اليوم هو سيد رينا الذي لا أعلم انك ترجع في المباراة وترجع امام خصم قوي جدا مثل المنتخب البرتغالي او المنتخب الاسباني. الجماهير المغربية طاب لها المقام على ارضية ملعب جنيف بعد نهاية هذه المباراة، ما زالت تتواجد على ارضية ملعب المباراة الذي غادره لاعبو المنتخبين الاوكراني والمغربي بعد نهاية هذه المباراة بدون اهداف. مناسبة سعيدة دون أدنى شك للجالية المغربية والعربية اللي موجودة في سويسرا وتحديدا في مدينة جنيف لمتابعة أسود الأطلسي الذين كانوا يتمنون منه أن يظهر بشكل أفضل بكثير عن الشكل اللي قدمه اليوم، واللي ما في شك كابتن فهد يثير قلق حول حضور المنتخب في المونديال.